You said I am free to speak to her. I am free to speak to her. I am free to speak to her. جلسة تحت عنوان العدالة المناخية، وعقد بالجناح الألماني بمقر انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، تحولت لمؤتمر صحفي لسناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح المحبوس على ذمة قضايا متهم فيها بإثارة الفوضى والتحريض على قتل ضباط الشرطة وإراقة الدماء. وهنا تعرض النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقمع رأيه، حين أوضح أن علاء عبد الفتاح هو سجين جنائي وليس سجين رأي، ولم يسمح له بالحديث، وتم طرده في مخالفة واضحة لقواعد حقوق الإنسان. ظهر بشكل يعني علني بشكل واضح جدا انحيازهم ضد الدولة المصرية، واعتقد ان مفيش مواطن مصري يعني هيقبل بهذا بأي حال من الأحوال، بغض النظر اذا كان نائب في البرلمان او مواطن عادي. ردود الافعال داخل مصر في الحقيقة حاجة تشرف جدا، الشعب المصري شعب واعي فاهم كويس جدا. اللي حصل امبارح ده في الحقيقة هو اكبر دليل ايضا على ان الدعوات الهدامة مش هتبقى ليها قبول لدى الشارع المصري. ليقوم عشرات من النشطاء من مصر والعالم بتنظيم وقفة تضامنية امام المنطقة الزرقاء لمؤتمر المناخ، تضامنا مع النائب عمرو درويش الذي تعرض لقمع رأيه. اللي حصل امبارح في اليوان ده ما ينفعش حد اصلا يطرد بني ادم بيقول رأيه، هو ما قالش حاجة غلط ولا قالها بكل احترام. ما ينفعش يبقى في حد على تويتر بيقول تويتس زي كده فيها حاجات كده، وبيحرض على ان احنا نقتل الضباط وامهاتهم، وبعد كده لما يتسجن بقاله 3 سنين لا احنا عايزين نطلعه عشان عنده opportunity او عنده فرصه او اخته تعرف حد او ممكن يبقى ليه فرصه انه يطلع. فهو قال رايه بكل بساطه، ما كانش في اي حاجه، فمش مش شايفه انه انت ينفع تطلع حد من سيشن او تطرده براها عشان هو قال رايه. وشهدت الوقفه رفع لافتات تحمل شعار ندعم عمرو درويش وصورا لما تعرض له في ظل اتباع سياسه الكيل بمكيالين. الوقفة اختتمت برفع تدوينات تحريضية سبق ونشرها علاء عبد الفتاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحرض فيها على قتل ضباط الشرطة وإراقة الدماء بالإضافة لإثارة الفوضى.